السلام عليكم، إن شاء الله راح نبلش بشرح شابتر 4. شرح شابتر 4 فور كان الفلويد فلوينج فلويدز اند بريشر فاريشن. الى بشكل عام انه في الفاء الماء بالضبط، احنا كمان كيف بندرس لحركه الماء بالتفصيل. هذا الفيديو راح يكون كله حكي غالبا، يعني لو انه انت تركت هذا الفيديو بتقدر تقرا هذول، لان انا راح اقراهم واحكي كم نوت مهمه. احنا بالشابتر السابق بالفيديوهات السابقه كنا نحكي عن شابتر 3 كان يحكي عن السكون. السائل ساكن واحسب قديش الفورس عليه. الان بدنا نحسب السائل كان بيتحرك، قديش الفورس، قديش الضغط، قديش السرعه وهكذا. شو اللي بنحكي؟ بنحكي عن الفلويد كاينماتكس. الفلويد كاينماتكس فرع على احدى افرع علم الميكانيكا المواعي. احنا حكينا عن ميكانيكا المواعي، في ستاتيك وفي دا في هيدروليك طبعا. فهذا بشو بيهتم؟ بيهتم دراسة سرعة وتسارع الجسيمات للسوائل المتحركة وطريقة توزيعها في الفضاء بغض النظر عن القوة والعزوم التي تسبب الحركة لها. كيف يعني؟ ببساطة الجسم بيتحرك، ليس عليه عزم، يعني مومنت، قوة، عازم، مش مهم. بشكل عام هي اقتران مستمر بين الزمن والمكان. كيف يعني؟ يعني أنا بقدر أقول إنه تدفق المائع يعني سرعته اقتران بين الزمن المسافة أو المكان الـ X. تمام. حركة سوائل بشكل عام تظهر طرق حركة سوائل مختلفة، يمكن أن تصب بعض الحركات بسهولة شديدة وبعض الآخر يحتاج إلى فهم قوانين فيزيائية. كيف يعني؟ بس أنت طريقة حركة السائل ممكن تشوفها سهلة بشكل طبيعي، ممكن أنت ما تفهمها. كيف تفهمها؟ بتفهمها بقوانين فيزيائية. تمام. شوف عندك سرعة تدفق السائل هي وصف أساسي لكيفية حركة السائل في الزمان والمكان، ولكن عشان أصور نمط التدفق بتحديد خصائص معينة. كيف يعني؟ يعني هسا إحنا لما نشوف السائل بتدفق، يعني أنا جيت قلت لك عندي الأنبوب في جوات السائل بتدفق هيك، أنت هاي السرعة صح؟ هي شكل التدفق. أنا من خلال السرعة أقدر أميز حركة السائل في المكان وفي الزمان، يعني قديش سرعته عند زمن معين وقديش من بيكون بعد زمن معين مثلا، وكم سرعته بعد ما شيء مكان معين. كيف احنا بنعملها؟ هاي بنعملها بالفلو فيجواليزيشن اللي هي محاكاة التدفق. محاكاة التدفق لازم نعرف ثلاث شغلات. في عندي ثلاث انواع للخطوط اللي بتمثل لي حركة ماء تدفق الماء. اول خط هو الستريم لاين، بتعرفها قاعدة. الستريم لاين دائما مماس، يعني بتشوف مماس، يعني هسه انا مثلا ماء عندي هيك تدفق هيك، تمام. المماس هون، مماس هون مثلا مثل لي السرعة اللحظية لهذا المماس، مثلا هذا المماس لأي نقطة؟ للنقطة هاي. المماس للنقطة هاي سرعتها هون، سرعتها هون. فهون شو بقول لك؟ كيرف ستريم لاين بشكل عام هو كيرف that is everywhere tangent instantaneous local velocity vector. بشكل عام هو مماس لمتجه السرعة اللحظية، يكون في كل مبار كل مكان عبارة عن مماس لمتجه السرعة اللحظية. يعني بكل مكان في سرعة مثلا، المماس لهي السرعة هو الستريم. بقول لك تعتبر مفيدة مؤشر لاتجاه اللحظة لحركة السوائل. أنا بعرف كيف اتجاه السوائل، خلص لما أخذ مماس بعرف إنه السائل تحرك عندي باتجاه معين. فبحكي لي إنه إذا كان عندي كان dr، dr يعني إنه بيعتمد على x و y، بالتالي السرعة بتكون اسمها v u و u v. x بنسميها u وال y بنسميها v. مهم. فهم بقول لك عندي سائل زي هيك، هذا مماس، هذا مماس، هذا مماس، هذا مماس، هو هذا هو الستريم لاين. هسه بحكي لي عن خصائصه هون، بقول لك اذا عندي انا حدود صلبه، هذا حد صلب يعني زي الانبوب، بقول لك عندي الحدود الصلبه ما بتدفقش المي، المي ما بتدفق ولكن بكون قريب منها، قريب منها من هون. بحكي لي هون عندما يتدفق السائل حول حدود صلبه مثلا جدار انبوب، بتلاحظ انه السائل ما بتدفق على السطح، اكيد بتدفق بعيد عنه. هناك لازم يكون تدفق قريب جدا من حدود السطح وبكون موازي له. فعلا السطح عندي هيك، التدفق بيكون عندي هيك، السطح بيكون عندي هيك، التدفق بيكون عندي هيك، موازي، التدفق موازي للسطح. بيكون دائما بالقرب من حدود الصلبة بيكون الستريم لاين موازي لتلك الحدود، ما احنا حكينا عنها. بقول لك لاحظ بالقرب من حدود الصلبة بيكون الشكل موازي لها. شغلات مهمة لازم تعرفها بالستريم لاين، انه السائل لا يمكن ان يتقاطع. السائل لا يمكن ان يتقاطع مع الستريم لاين. خطوط الستريم لاين لا يمكن ان تتقاطع مع بعضها البعض. لاحظ مهمة دائما. Stream lines cannot cross each
قاعدة دائما الستريم لاين ما بتقاطع، يعني إذا أنت عندك ستريم لاين زي هيك وعندك ستريم زي لاين زي هيك عادي، شفت ستريم لاين بتقاطع مع ستريم لاين، هذا خطأ هذا خطأ. يعني ما هو الستريم لاين مماس هيك، أنا بحكي إنه هاي النقطة وهو بمثل سرعة، فبالتالي مثلا هاي هذا ستريم لاين لسرعة مقدارها 10 وهذا ستريم لاين لسرعة مقدارها 15، إذا تقاطع بنقطة معناته هاي النقطة لها سرعتين، هي 10 15، فمستحيل مستحيل أنا النقطة الواحدة لها سرعتين، النقطة الواحدة لها سرعة واحدة، النقطة الواحدة لها سرعة واحدة. تمام، الجزئيات التي تبدأ من الستريم لاين تبقى نفس الخط، أكيد الستريم لاين ماشي، فهي كل الجزئيات سألكون عليها. الستريم لاين هو مش خط، هو كيرف موث كيرف. لما تكون الستريم لاين كثيفة يعني السرعة كبيرة، لما تكون متفرقة بتكون بسيطة. لما يكون عندي أنا مثلا ماع زي هيك ضرب بسطح، تكون السرعة عند هاي النقطة تساوي صفر، السرعة عند هاي النقطة تساوي صفر. دائما هاي النقطة بسموها stagnation point، إن شاء الله بنحكي عنها مقبلا. فالنقطة اللي بتصطدم بالسائل بتكون سرعتها صفر، بنسميه divided streamline. هذا الخط اللي تقسم بسبب اصطدام مع حدود قسم نسميها dividing streamline. في عندي streak line، عندي الستريك streak line، أقول لك a streak line is an instantaneous line which are occupied by a particle which have earlier passed through prescribed in a space. A streak line is hence an integrated pattern. ببساطة هو مثل لي ماع من وين مشى. يعني أنا لو الماع عندي مشى هون بعدين مشى هون بعدين كان هون بعدين كان هون بعدين كان هون مثلا، السائل بيكون بيمشي هيك. هذا هو الستريك لاين. الستريك لاين يعني مش هو مماس ولا أي شيء، لا هو نمط بين لي في السائل مشى عندي، كيف السائل مشى عندي، نمط متفوق من خلال الظروف الفيزيائية. كيف إحنا بنعمله؟ ببساطة لو كان عندي أنا دخان وعندي ماع اللي هي لو كان عندي هذا دخان وحطيت انا ماء وصار عندي، بتلاحظ انه اتغير افق الماء زي هيك، فانا من خلال حركه الدخان عرفت كيف السائل يتحرك. طلع كيف كان هون 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 وانفق خلالهم، فسمينا هذا هو عباره عن ستريك لاين. ستريك طبعا اقرا الحكي، انت لاحظ الرسم من فوق النقطه مرات من خلال عرفت ستريك. إذا كان steady state، إذا كلمة steady state unsteady state نحكيها بعدين، بحكي لك إذا كان عندي unsteady state streak line مختلف عندي زي هيك، يعني مش الستريم لاين بيكون مسار مستقيم أو من بعضه، لا الستريك لاين تلاقيه ماشي من شكل مختلفة. unsteady state نحكي عنها. عندي الباث لاين، الباث لاين نفس الستريك لاين بس بمثل history. يعني history يعني عند زمن معين، يعني عند الزمن صفر كان السائل هون، عند الزمن خمسة كان السائل هون، زمن 7 كان السائل هون، زمن 10 كان السائل هون، شيء زي هيك بنسميه باث لاين. فكيف بنميز بين باث لاين والستريك لاين؟ بكل بساطه الستريك لاين عباره عن مكان، باث لاين عباره عن هيستوري تم تايم. اول ما تشوف كلمه تايم يعني باث لاين. ففي حاله الستيدي ستيت اللي راح نحكي عنها لاحقا بيكون الستريم لاين نفسه الباث لاين ونفسه الستريك لاين. الباث لاين كيف انا بجيبه؟ من خلال التصوير الفوتوغرافي، اكيد يعني انا بدي اشوف زمن فبصور فيديو. أنا هذا قاعد بقول لك هذا باث لاين، كيف عرفت؟ تي تساوي تي إند، تي تساوي تي ستارت، عند زمن معين عند زمن نهائي، زمن معين. تمام. ستريك لاين إز إنستنتانيوس سناب شوت. الستريك لاين عبارة عن صورة، الباث لاين عبارة عن فيديو. عبارة عن فيديو. تمام. هسا نحكي عن الستدي، عن الستدي ستيت. قديش بس إحنا الحفظ كم صفحة هون؟ يعني عندنا تقريبا يعني خمس صفحات مشكلة. steady and unsteady flow. تعرف شو يعني steady and unsteady؟ كلمة steady يعني السرعة، velocity لها constant. تمام؟ يعني constant يعني التسارع أو صفر. كيف يعني السرعة بتساوي صفر؟ مشتقة السرعة بالنسبة للزمن تساوي صفر. يعني steady، كلمة steady يعني السرعة مع الزمن، steady السرعة مع الزمن. عندي الـ unsteady ببساطة الـ velocity هي عبارة عن velocity طبعا variable. يعني variable هو
ونوت كونستانت، يعني متغيرة متغيرة. الاكسلريشن اكت زيرو مش صفر، ستدي يعني فيست فاريبل، يعني السرعة مش صفر، السرعة ضغط السرعة على دي تي تساوي صفر، هذا معنى كلمة ستدي وان ستدي. يعني لو كان انا عندي بورد زي هيك انبوب، حكيت لك في واحد وعند زمن واحد بتساوي 5 سكند كانت الفيلوسيتي بتساوي 10، بعدين جيت لك هون عند تي بتساوي 2 تي 2 بتساوي 10 سكند مثلا كانت الفيلوسيتي بتساوي 10. لما اشوف زي هيك هاي معناها ستيدي ستيت، هاي معناها ستيدي ستيت. ليش؟ لانه بتلاحظ الزمن تغير، الزمن تغير ولكن السرعه هي الثابته، السرعه هي الثابته. الستيدي ستيت كيف بتكون؟ بتكون كالتالي، عندي تي مثلا بتساوي 5 في بتساوي 10 10 في بتساوي 10 في بتساوي 15 مثلا، السرعه تغيرت، فلما السرعه تغيرت ايش؟ الستيدي ستيت. بس بنحكي عن اليونيفورم والنون يونيفورم. اليونيفورم والنون يونيفورم بتعتمد على المكان. كيف يعني؟ يعني هسه انا هون لما حكيت زمن تي بتساوي 5، حكيت تي بتساوي 10، تغير عند الزمن، تغير عند نفس المكان. يعني هون تي بتساوي 5، تي بتساوي 10، هيك المقصود فعليا. نفس المكان عند زمن مختلف كانت في بتساوي 10، لكن لو تغيرت هون انستيتي. بس لو كان عندي انا السائل ماشي انبوب ومتساوي عند كل مكان، يعني يونيفورم، شو باجي احكي لك؟ اكس بتساوي صفر مثلا كانت الفي بتساوي 10، يعني حكيت لك عند اكس بتساوي 10 في بتساوي 10. لما تكون هيك السرعه متساويه مع المسافه، يعني مع المكان، تكون عباره عن يونيفورم، يعني طبعا. اما لو كان عندي الانبوب مثلا هيك، تمام، كان الانبوب عندي هيك قطر صغير بعدين صار قطر كبير، جيت حكيت لك عند اكس بتساوي صفر في بتساوي 10، ولكن قلت لك عند اكس بتساوي 10 في بتساوي 5، شو معناها؟ هون معناها ان يونيفورم او ان يونيفورم. شو يعني؟ يعني السائل تغيرت سرعته مع المسافة وليس مع الزمن. يعني لو جيت قلت لك تي بتساوي صفر في بتساوي 10 تي بتساوي 5 مثلا في بتساوي 5، شو صارت؟ عند زمن صفر في 10، زمن 5 الفي 5. بس هي يعني معناها انستيدي، بقول لك لا، انا عندي اصلا لازم يقول لي كمان انه مثلا عندي تي بتساوي 10 الفي ظلت 10، تي بتساوي 20 مثلا، لا عند تي بتساوي عند تي بتساوي 20 مثلا كانت الفي ظلت 5. يعني عند نفس المكان الزمن تغير والسرعه ظلت ثابته، تطلع السرعه ظلت ثابته نفس المكان، السرعه ظلت ثابته نفس المكان، مش نفس المكان عند الزمان، عند نفس الزمان. بالتالي شو بنسميها؟ ستيدي. كمان ستيدي ستيت يعني ستيدي ستيت نون يونيفورم. اما لو جيتك هون قلت لك مثلا يعني عند اكس او عند تي بتساوي صفر تي بتساوي 10 مثلا، تي بتساوي 10 تي بتساوي 15، انا هون الزمن تغير لكن عند نفس المكان مثلا ظلت ثابته، فهي بيكون ستيدي ستيدي ستيت يونيفورم. بالتالي انا بستنتج عندي اربع حالات، اربع حالات هم كالتالي: ستيدي، او خلينا بالترتيب ستيدي يونيفورم. شو بتكون؟ بتكون التدفق يعتمد على الزمان والمكان، تمام، التدفق ما بيعتمد لا على الزمان ولا على المكان. ستيدي يونيفورم معناها تدفق السرعة، يعني
لا يعتمد على الزمان ولكن يعتمد على المكان أو نوع الأنبوب. الأنبوب انستدي يونيفورم، أي معناها التدفق يعتمد على، أو التدفق لا يعتمد على المكان ولكن يعتمد على الزمن. أخيرا التدفق يعتمد على المكان والزمان. يعني بستنتج انه كلمة لا يعتمد يعني ايش؟ بيكون ستدي او يونيفورم. كلمة يعتمد يعني نن او ان. يعني كيف يعني؟ السائل ما بيعتمدش لا على الزمان ولا على المكان، يعني السرعة ظلت زي ما هي. شو ما تغير الزمان عندي وشو ما تغير المكان ظلت زي ما هي، معناته هي ستدي كونها زمان ومكان معناها يونيفورم. اما قال لي لا يعتمد على الزمن معناها ستدي مباشرة. لما قال لي يعتمد على الزمن معناها ستدي، ولما قال لي يعتمد على المكان معناها نون يونيفورم. اللي لا يعتمد على المكان يعني يونيفورم، يعتمد على الزمان يعني ان ستدي، ممنوع يعتمد على شيء. بس هاي خذ هاي القاعدة عندي، خذ ملخص كل شيء حكيته. كمان عندي أمثلة كلاسيفاي ذا فلو. اللي إذا عندي أنا اقتران 5 تربيع زائد 2 جي اكس، انساك من الدنيا انا قلت لك اقتران في زمن في اكس معناها هذا ايش؟ مباشره انستدي ان يونيفورم، معتمد على الزمان ولكن فيش اكس، معناته هاي انستدي يونيفورم. هاي ثابت السرعه ثابته معناها ستدي يونيفورم، ستدي يونيفورم. هنا بتعتمد على الزمن ولكن لا تعتمد على المكان ولكن لا تعتمد على الزمن، فبالتالي عباره عن ستدي يونيفورم. ليش انا اعتمدت على المكان؟ ايوه لاحظ أول معادلة فيها زمن ومسافة ثابت جاي عشان أوازن المعادلة وحدات متغيرة، بالتالي نان ستدي نان يونيفورم. الاقتران الثاني بدلالة السرعة، يعني شو ما تغير الزمن عندي تغيرت السرعة فبالتالي نان ستدي لكن يونيفورم، ما جاي بستريت المكان. عندي هون كلاسيفيكيشن فلو نفس اللي حكيت انه هاي أمثلة عليهم اقرأهم كثير اللي حكيته بالإنجليزي. أمثلة عليهم في عندي الروتيشنال فلو، يعني الفلو بيكون على شكل دائري. عندي الريتوشنال، الريتوشنال اللي هي عكس الروتيشنال. فعندي اللامينر لامينر فلو. لامينر تربلنت فلو، لامينر يعني بيكون السائل عندي كثير كثير بطيء، يعني انت لو حطيت صبغه الصبغه بتبين معك صبغه، انت مي زيت، الزيت اذا بين معك فبتكون هاي لامينر. اذا كانت تربلنت بيكون السائل مش مبين معك وبتصير هيك عفشيك. في ترانزيشن بيكون يعني مخلوطه بينهم. في هون أمثلة كثير عليهم. تدفق العسل بيكون لامينر. ليش لامينر؟ لأنه بطيء. تدفق الدم بالدورات الدموية بيكون لامينر. ليش؟ لأنه بتكون بطيئة. الأبار بيكون تيربلنت. عشان أحسب نوع التدفق عندي، في عندي شيء اسمه ريلون أبار. إن شاء الله هاي بتخلوها بعشرة ولا تفكر اشتري. أنت درست تمام إنه هاي تصيلها كاملة بشابتر عشرة. لا، شابتر عشرة ريلون أبار هو عبارة عن الكثافة بالفيلوسيتي بالديميتر على ميو، او اذا بدي اخليها بدلاله الدايناميك فيسكوسيتي كي في على دي على في. تمام، اذا كان عندي اقل من 2000 بكون لامينر، كان بين ال 2000 وال 4000 بكون ترانزيشن، اذا كان اربعه اكبر من 4000 بكون تيربلنت. الار اي بقول لك هو انيرشال فورس على الفيسكوس فورس. انا بقول لك لو كانت عندي قوه الانيرشال كثير عاليه أشكال التدفق. عندي هون 1 and 2 and 3 dimensional flow ببساطة. إذا شفت عندي بالسؤال في عندي I E K، شفت عندي X Y Z، شفت عندي U V U، معناها هون إيش؟ 3 dimension. شفت X Z مثلا dimension، شفت Y X dimension، Y لحالها dimension، يعني حسب عندي حسب هذول. فإذا أنت شفت بالاقتران في عندك زمن سرعة أو كذا، فأنت بتعرف إذا إنه هو ستدي أو أنستدي. كيف يعني؟ من هون أنا شفت عندي R O T، R يعني X Y Z، فلما أشوف R O T معناته هذا أنستدي يونيفورم، أن يونيفورم. إذا شفت عندي مثلا R لح T لحالها معناته هذا نان ستدي ولكن يونيفورم. شفت عندي هاي بتكون نان يونيفورم ولكن ستدي، شفتهم من مرة اقتران ثابت أنستدي بيكون ستدي يونيفورم. إذا كان عندي تدفق ثنائي
اتفق ثلاثي وثلاثي ابعاد ما له داعي، المهم احادي الابعاد وان دايمنشن فلو اللي هو هذا. ان شاء الله الفيديو الجاي صنع كان برنولي اكويشن، نروح نبلش الحل. اعطيكم الف عافيه.